ونعرف هياكلنا ايه النهارده. اهلا بك يا شيف، اخبارك ايه؟ يا ترى هناكل ايه النهارده في بدايه اسبوع جديد من اسابيع بيتنا احلى؟ هنبدا بحاجه عظمه. حاجه عظمه، قول لي بقى البدايه ايه؟ البدايه قوي، البدايات دي مهمه جدا، خلي بالك. انا عمري خيبت معاكم في بدايه؟ ابدا ابدا، دايما يقول لك ما تتخدعش بروعه البدايات، لكن لا، احنا معانا روعه البدايات. الله يبارك فيك يا استاذه. احنا ان شاء الله هنعمل طاجن او صينيه موز ضاني، نعملها كده بحبه حبشتكنات بسيطه والريحه الله في سكه تانية. لسه بنقول بسم الله الرحمن الرحيم، وريحه الزبده طالعه اهي. تمام، معانا كمان هنعمل حبه رز بالخلطه بطريقه بقى فن مزاج دلع، ونختم بقى بايه؟ بحاجه ايه كلنا بنتكتك. ايوه الجو برد قوي، خد بالك. الحال المره اللي فاتت لو تفتكري عملنا المشروب اللي احنا عملناه اللي هو مشروب التفاح، لو كنتش انت موجوده. لا مش كنت موجوده. عملنا مشروب التفاح، كان مشروب الشتاء للناس اللي زي حالاتي ايديهم ورجليهم بيبقوا بيتكتكوا. نعمل النهارده مشروب الشوكولاته، بس ايه بطريقه يعني ايه على الطريقه الايطاليه زي ما بيقولوا. تمام كده، ايطاليان هوت شوكليت، حاجه كده عظمه. طيب احنا معانا ثلاث اطباق، معانا الموس ومعانا الرز بالخلطه ومعانا مشروب شتوي. هتبدا بايه بقى؟ هنبدا دلوقتي بالموس. بالموس، طيب تنزل المقادير معانا على الشاشه بتاعه الموس ونشوف بقى طريقتها وتفاصيلها معايا. موضوع الموس كله هو حبه خضار، اي خضار ولادك بيحبوه، اي دلع هتعملي جرنيش بيه كده على الموس كده وانت بتطلعيها وترمي عليها كده. تمام، معانا موس ضاني، مكعب زبده، بصل وطماطم، جزر وبطاطس، وهنحط حبه ميه مغليه صغيرين، وملح وفلفل اسود وزعتران وزعتر. الريحه بقى والحاجات الجميله دي هتطلع في ايه؟ الحبهان بقى. الحبهان لما يتحط كده على الموز البودره ريحته. الحبهان والزعفران الاثنين، لو انت حاطط زعفران لا زعتر. اصل انت لما اخطات في الكلمه فافتكرت ان انت حاطط الاثنين، ان في زعفران وفي الحبهان، فالاثنين دول هيبقوا يعني ميكس رهيب جدا، هيطلعوا ريحه عظيمه جدا بصراحه. احنا بقى هنعمل ايه؟ نجهز بقى الميه السخنه معانا. تمام، نعمل ايه بقى دلوقتي؟ قول لي هنعمل دلوقتي ايه دلوقتي؟ هنتبل الموز بالتتبيله البسيطه اللي احنا قلنا عليها دي. احنا قلنا ايه يا استاذ؟ نجيب معلقه صغيره كده عشان لما نتبل وندلع الدنيا تبقى. انت قلت في فلفل، هنا فلفل اسود. تمام اهو، وقلت في كمان، بس الحبهان انت قايل عليه ناشف حصى يعني. لا انت جايب باودر. حبهان باودر. اوكي تمام باودر. تمام، ده بيبقى تحفه الحبهان ده، بيخلي ريحه الشوربه خطيره. انا ما بعرفش اسلق لا لحمه ولا فراخ الا لما بكون حاطه فيها الحبهان المطحون. والله بيبقى تحفه، يخلي طعم الشوربه خطيره ولا بيخلي فيها اي ريحه وحشه. احنا دلوقتي احنا بنتبل عشان اي ريحه مش موجوده معانا، خلينا نشيل الترابيش دي بقى. ده للزوم البرستيج والديكور وكده، بس احنا خلاص يعني طلعنا البرستيج في الاول خلاص. ونعمل كده، شايفه اللي انا بعمله ده؟ شايفه اللي انا بعمله ده؟ احنا بنمسج، عمليه مساج للايه؟ للموز بتاعي. طب المساج ده ما يتحطش معاه زيت زيتون علشان يخلي التوابل دي تفك شويه مع بعضها؟ هي كده كده انت هتحطيها اصلا في زيت هتديها صدمه. طب عليك معايا اهو، هعمل ده كده ونيجي هنا كده بقى. خلينا نعمل دول يعملوا قد ايه؟ كيلو مثلا؟ دول حوالي دول كيلو وربع. كده العظم بيوزن برضو يا شيف. بس هو في الاول وفي الاخر عظم بيوزن والكلام ده كله، ولكن الريحه اقصد الطعم في الاخر. لا طبعا دي ما فيهاش نقاش يعني. تمام، تنزل بيهم بقى في حاطط تقريبا كده معلقتين زبده او معلقه زبده ومعلقه زيت. اهو كده، خليها بس اول ما الايه يغلي كده. انت عايزه علشان ايه؟ اول ما تسقط كده يعني تاخد الصدمه بتاعتها الاولى دي. ايوه، شيل ده كده بقى، خلينا نشتغل بس جلافز. تمام، هو الحقيقه بصراحه الحاجه لما سواء فراخ او لحمه لما بتتشوح الاول ده بيفرق في طعمها طبعا، حتى لو انت هترجع تسلقها منها اي زفاره فبتخلي ريحه ممتازه فيها، بتطلع الفليفر اللي في البهارات. يعني احنا دلوقتي حاطين ايه؟ حطينا ورقه لورا وحبهان، وورقه لورا وحبهان وعود قرفه ورمفل في قلب الايه؟ في التحميره. الزيت والزبده بتاعتنا تتنكه بالنكهه دي بالظبط، مع البهارات اللي نزلناها مع الزعتر مع الكلام ده كله، الموضوع هيبقى عظمه يعني. نعمل ايه بقى دلوقتي؟ نعمل حاجه جميله قوي. احنا عندنا اهوت معانا معلقتين زبده وزيت على النار. انت قدحتهم كمان؟
هننزل فيهم ايه دلوقتي لو مقادير الرز تنزل معانا؟ انت كده هتعمل الرز على ما الزيت يقدح بتاع الموز. طيب مقادير الرز بخلطه تنزل معانا على الشاشه. انت دلوقتي ايه؟ مشوح بصلايه. مشوح بصلايه. مال بصلايه بقى تشوح معايا. عايز اوريكم حاجه بقى صغيره كده. قول. تعالوا بص هنا. ده ايه اللي في الحله ده؟ ده عباره عن معلقتين سكر. حطيناهم على النار. كرملتهم. كرملناهم بس. بص الكرمله بقى شايفين اللون؟ هو ماسك قوي كده؟ هو ماسك. احنا دلوقتي ايه هنجيب ميه مغليه دلوقتي. نجيب ميه مغليه دلوقتي وهنبدا نفك بيهم الايه؟ هنفك بيهم السكر اللي متكرمل. اللي متكرمل ده هيعمل معانا حاجه طعمها حلو لطيفه كده جميله. هو الرز بالخلطه لازم يتحط عليه سكر مكرمل؟ لازم سكر مكرمل. طب ليه يا شيف؟ ايه؟ اشمعنى يعني؟ انا ما بحبش الرز عليه سكر ولا زبيب. طب جربي بقى. بص يا استاذه والله انت طبعي كده يا استاذه مالناش دعوه. هو زي ما الكتاب قال احنا بنعملها. الطعم هيطلع وكل حاجه هتطلع بس انت جربي. بس انت جربتي؟ انت جربتي؟ سؤال. بص انا جربت الزبيب بس وبعدين حسيت انه مش عاجبني فما عدتش بحطه، لكن السكر لا ما جربتوش. وريني بقى كده. هنبدا احنا اهو. ده اول هتحط قد ايه كده؟ ما يقارب كوبايه ميه كبيره. احنا حطينا لا ما احنا هنسقي بيه الرز. هنسقي بيه الرز. تمام. ابقى نجيب دي معلقه صلصه برضو اهو. وهتقلب كله مع انت هتسيبه شويه برضو الميه المغليه تفككه. مع السكر. شايفه ريحه الضاني بدات تطلع ازاي؟ طبعا. جامد. حط بقى هنا ايه؟ مكعب المرق. بستغرب من الحلو على الحادق ده يا شيف. شايفه انا بس انا انت واخده بالك انا عملت ايه في الرز؟ انا عملت ايه؟ كرملت الرز. كرملت السكر. كرملت السكر. تمام؟ تمام. حطيت البصل هنا على النار. حطيت هنا ايه بقى؟ انت حطيت على السكر من الكرمل الميه المغليه ومعلقه الصلصه. وبعدين مكعب ماجي. مكعب المرق. ايوه. حلو الكلام ده. اول ما يغلي كده السكر بيفك معانا اهوت. هنبدا بقى هو ده تبقى التسقايه بتاعت الايه؟ بتاعت الرز. هنا البصله معايا اهي بدات ايه؟ بتلون معايا. انت هتدي البصله لون ايه؟ ذهبي كده ولا هتغمقها شويه؟ لا ذهبي كده بسيط. اصل انا مش عايز اغمقه خالص تغميقه الايه؟ الرز الصياديه بتاع السمك. لا مش عايزين كده. وهتلاقي طعمه دخل فعلا في حته الرز بتاعت السمك. الله ينور عليك. تمام. ابدا بقى شايفين الالوان اللطيفه اللي هي. هو كده اللون مناسب يا شيف؟ خلاص تبدا تسقط عليه؟ لسه هنديها اليمه الثانيه. لا اقصد على البصله. البصله. ايوه اهو هو ده اللون اللي احنا عايزينه. شايفه كده؟ تمام. بعد كده هتعمل ايه؟ هننزل بقى بالرز بتاعنا. نشيل دي خالص كده. احنا فجاه بنكون حاطين البصلايه تبقى خلاص وصلت للون اللي انا عايزاه. اتلفت بس ما اعرفش ارجع الاقيها اتحرقت ازاي. لا على طول انت جنبك على طول. تبعدي كده يا اما اطفي عليها يا اما تشيليها من على العين وتبقي تحطيها تاني. طبعا زي ما احنا قلنا ده رز مصري. اللي عايز يعمله بالرز البسمتي برضو حاجه ترجع يعني المتاح بس انا بعمله بالمصري. رز بالخلطه معروف. الرز الخلطه بتاعتنا ده ما ينفعش الا بالمصري بصراحه. وعليه حبه كبد كده يا سلام يبقى تحفه. كبد اهوت. انا هقول لكم تريك على موضوع الكبد ده. طيب إيه؟ انا شايفاك هنا جايب بصل. ده بصل اخضر صح؟ لا ده كرات. ده كرات. طيب قولي دول. طب بعد ما تخلص الرز قولي هنعمل بيهم ايه. تمام. تمام. انت كده لسه بتفك السكر. الله ينور عليك. اصلا الدنيا كمان برد دلوقتي وتلاقي الحاجه في ثواني راحت ساقعه وبردت. ف احنا يا دوب نعمل كوبايه الشاي ثلاث ثواني ما بتلحقش تروح تبرد على طول. هو ده التسقيه اللي احنا نعملها للايه؟ للرز. وهتضيف بقى تزود عليها ميه على قد قاعد الرز. الله ينور عليك. برافو. طبعا نظبط بقى الملح والكلام ده كله والبهارات. ملح وفلفل وكمون ورشه خفيفه بس. هنشوف دلوقتي. هنحط دلوقتي اهو الرز معانا اهوت شغال. نحط هنا بقى ايه؟
البهارات بتاعتنا. انا ايه رشه قرفه صغيره. تمام ده القرفه بتاعتنا. معايا البهارات، البهارات انا حاططها بالايه بالسنتيمتر مكعب. قرفه وفلفل اسود وحبه مطحون. ايوه كمون. يلا حبه كزبره ناشفه كمان. ممتاز. حلو كده الكلام. غلب ده كله كده مع بعض. كده بيبقى مش باقي على الرز غير ان انت تسقيه. هسقيه بس. انا بس نظبط الملح. انا مش عايز نحط ملح كتير عشان احنا حاطين مكعب مرق مع الايه مع الايه مع الخلطه بتاعتنا. تمام. نيجي بقى هنا نعمل ايه؟ نجيب الصينيه بتاعتنا دي كده اللطيفه هنا دي كده. انت حولت على الموز. الموز قلت برده يا ربي هو جايب البايركس ده هيعمل بيه ايه في الرز اهو. تمام. معقوله بقى ان احنا نسيب الحاجات دي كده تروح؟ لا دي البهاريز يا شيف. ماشي يا فندم. لازم نعمل كده. شوح فيها البطاطس، بصل، يا سلام. حط الطماطم كمان. حط الطماطم بس لما نقلب الحاجات دي كلها تقليبه كده لطيفه. لا الفكره دي تحفه بصراحه. خلي ريحه الخضار خطيره وطعمه تحفه. لازم نجم الجانب. طبعا. امال ايه؟ حبه زعتر. ايوه. حبه ملح. ده كمون او فلفل اسود. كمون. تمام. احنا التوابل بتاعتنا ثابته يعني للرز وللموز. الكمون والفلفل والقرفه. بس في فرق صغير. احنا في الطاجن انا حاطط القرفه الموجوده معايا قرفه خشب. انا مش طعم القرفه دايما طعم نفاذ جدا. معنى ان انا احطه على الـ على الـ على الطاجن هو بيطعم كل الاكل بالحاجه دي. يعني عامله زي مثلا ايه لو انت بتعملي حاجه بشبت الشبت اتحط غطى على كل جداً حاجه. جدا جدا يا شيف بصراحه. حتى كمان بتلاقي في المحشي اكتر ريحه ظاهره وباينه هي ريحته. واحنا بنعمل المحشي بنحاول ايه التوابل بقى التوابل الكتير. نحاول لا نحاول بنقى بيبقى البقدونس والكزبره والشبت بيبقى اقل سيكه. لان ريحته نفاذه جدا تغلب عليه. نزلنا بالجزر اهو كله. انا عايزه ياخد ايه بس تشويحه بسيطه كده ويشم من البهريز يعني. أيوة. مش محتاج اكتر من كده لان كده كده اصلا دي هتخش ساعه ونص في الفرن. فهتطلع كل حاجه حلوه لطيفه. ايوه والطماطم يبقى كله كده تمام. مش قلت لي برضو الفلفل والكرات دول ايه؟ برضو معاهم اخوات كله مع بعض. حلو قوي ميكس الخضار ده مع الرز تبقى اكله تحفه الحقيقه. اختيار موفق قوي يا شيف المنيو بتاع النهارده. يدفي وجميل وتحس ان هو ايه لايق على بعضه كده. عندنا اهوت السكر ظبط اهوت مع الايه. تمام. نزوده شويه. دي ميه مغليه. نيجي هنا كده نقلب تقليبه. جميل ان الرز نفضل نشوح فيه مع البصله مع التوابل ده بيخلي طعم الرزايه جميل. لا غير كده هو احنا ليه اصلا بنشوح؟ احنا عايزين زي ما بنقول دايما احنا بنغلي في الرزايه. الرزايه شفت انا شاطره ازاي؟ شفت انا بسمع كلام الشيف ازاي؟ بنغلي في الرزايه من بره عشان تطلع مفلفله وجميله. ونسقي بقى يا باشا. الميكس اللي احنا بنسقي بيه ده السكر المتكرمل عليه الميه والماجي والصلصه معلقه الصلصه. جميل. من الطريقه انا متوقعه ان طعمه هيطلع حلو وهيخلف ظني لان انا دايما اقول السكر في الرز ما بيطلعش حلو يعني من غير تجربه بصراحه انا بقول كده لاني ببقى مش يعني ايه حاسه ان ما ينفعش احط سكر متكرمل على الرز بس الظاهر النهارده كده شيفها غير رايي. يا فندم ان شاء الله هتدوقي وتجربي وتدعي لي وتقولي للناس. المهم الحلقه الجايه ان شاء الله انت خلاص ان شاء الله. تمام. احنا هنقفل الغطا اهو. تمام. ويغلي وبعد كده انهي اول ما يتشرب. حلو. احنا كده خلاص كمان الخضار خد التشويحه بتاعته. تمام. ايوه. الخضار هيتحط وبعد كده هتروح حاطط فوقيه الموز. الخضار بالبهاريز. ايوه الخضار بالبهاريز مع احترامنا الكامل للبهاريز اللي هي اساس الطعم اصلا. تمام.
نحط الموز عليها. بس هتستوي حلو في الفرن يا شيف؟ هتستوي، هنغطي عليها دلوقتي، يعني لازم نقفل عليها تقفيله كويسه. هتسقيها ميه؟ هنديها اديها مثلا نص كوبايه ميه ولا حاجه عشان يعني تغلي كده شويه مع بعضها. ايوه، انا طبعا لازم الحاجات اللي انا بدخلها مش مستويه خالص الفرن دي لازم بروح احط لها كوبايه ميه او شو او اقل. الفراخ لو احنا بنشغلين بفراخ، الفراخ بتنزل ميتها اكتر شويه من اللحم، بس اللحمه يعني لا محتاجه ميه. تمام. في نيلة لازم نحطه ده. حرام. طيب احنا كده عندنا الطبقين الاساسيين يعتبروا جاهزين معانا او خلصوا. مش باقي بس غير انت تقول لي الكبد، ايه التركه اللي انت هتعملها في الكبد بتاعه الرز؟ الكبده هننزل معلقه زيت، تمام، مع فص ثوم. حلو الكلام. حلو الكلام. وهنقوم جاي نازلين عليهم بالكبده والزيت يكون سخن. تمام. نقوم جاي مشوحينها كده، اول ما تشوح بعد ما تشوح على طول ننزل نرمي عليها معلقه الخل. معلقه الخل بتعمل ايه؟ بتنشف الاجهزه بتنشف الانسجه بتاعه الكبده. ايوه. فالكبده بتاعتنا تطلع ناشفه كده، بتتعمل ميكس كده مع مع الرز ده. بس بتبقى ناشفه من بره بس قلبها طري وحلو. الله ينور عليك. ايوه انا عارفه الوصف بتاعك ده. أنا فاهمك بمعنى ان ايوه فاهمك، قلبها بيبقى طري وهي من بره ماسكه نفسها. الله ينور عليك. تمام. هي ديت الايه. طيب هرجع لك تاني يا شيف ونشوف باقي المنيو بتاعنا وصل معاك لحد فين، ولكن هسيبك بقى واطلع مع المشاهدين نشوف اختراعات غيرت ايه. رجعنا المطبخ تاني والشيف زياد، والحقيقه شيف زياد مش مجتمع بس اللي بتحصل فيه بعض الجرائم، ساعات بتدخل المطبخ وبتعمل جريمه كبيره جدا، ولكن جرائم المطبخ هي دي الجرائم الجميله اللي لا يعاقب عليها القانون، بل بالعكس بتريح نفسيتنا جدا. مين قال كده؟ ايوه، لا يعاقب على القانون. بيعاقب عليه ليه؟ طبعا الرجاله لما تخش المطبخ بتبهدل الاطباق وبيبهدلوا. لا بص كده، انت متضامن معانا كستات، والحقيقه فعلا بس احنا لما بنصدق يساعدوا في حاجه ما 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 يعني نعمل يعني اسيب لكم المطبخ ونخرج. يعني انتوا لا عاجبكم كده ولا عاجبكم كده، انتوا يعني بتبقى عليه عاجبكم العجب ولا صيام في رجب. في جنبه اغسلي وراه بس. طب مش ينفع يعمل وهو بينظم. طيب لا بس انا اقول لحضرتك لازم كده ينعفش حواليه. خلينا بس بالمناسبه الراجل هو بيدهون ممكن ازيد شويه، بس الست برضه بتبهدل. بس الفرق ايه؟ ازيد شويه. بس الفرق ايه؟ هي ايدها في على الحوض. حد الله ينور عليك. هو ده الفرق. بس هي يعني هي ليه بتحس بالمواعين ورا الراجل؟ عشان الراجل ما بيغسلش وراه. طبعا ده الطبيعي. انا قبل ما اجيب موضوع غسله الاطباق ده كنت وانا بطبخ مفيش معلقه احطها في الحوض الا لما اغسلها واحطها في المصفى على طول. احنا لو عملنا تلاقي 17 معلقه خشب، معلقتين سلك. احنا ما بنلاقيش معلقه في الدرج بعدكم يا شيف زياد. الله يصلح حالكم. لا يا فندم، لا يا فندم. طب يلا خش على الحلو. خلينا يلا بدل ما نعمل جريمه دلوقتي خش على الحلو يلا. طيب احنا هنعمل هوت شوكولات بس على في تركات بسيطه، وده على الطريقه الايطاليه يعني الامريكان زي ما بيعملوا، وهي عباره عن كيس زي الكياس اللي بنجيبه من السوبر ماركت انهم جاي حاطينه والميه مغليه او لبن، وكان الله بالسر عليهم هو كده. لكن احنا بنعمل حاجه ثانيه بقى، حاجه كده فيها دلع، حاجه فيها حب، حاجه فيها قول لي مقادير الدلع والحب. طيب في الشوكولاته ولبن وسكر وكاكاو وفانيليا ونشا، ونزين بقى ببرشميلو، ونزين بشوكولاته انت وانت زي ما انت تحب. تمام. الزينه ده بتاعك، عايز تحط حبه مكسرات يعني عيش. طيب احنا هنعمل ايه دلوقتي؟ معانا اللبن اهوت، هننزل باللبن السكر. خلينا نحط بالايه المعالق. طبعا السكر ده على حسب الايه، حسب رغبتك، بس انا ممكن نحط ايه 3 معالق سكر ازودش. تمام. مهم عشان السكر الزياده بيعمل جريمه برضو. بيعمل جريمه. نحط هنا معلقه نشا، نزوده موسيقى صغيره. تمام. تمام. نعمل كده. انا بقلب النشا مع الايه، مع حبه لبن كمان بالمناسبه عشان ايه ما يكلكعش جوه في الموضوع ويبهدل الدنيا. نحط ليه الكاكاو، دول معلقتين ونص كاكاو، والفانيليا. تمام. ونحط شوكولاته. هي مقادير الهوت شوكليت نزلت، انا ما خدتش بالي على الشاشه. نزلت معانا. نزلت حاجه بسيطه بقى، رشه ملح صغيره. حلو كده الكلام. ده التوازن بقى اللي انت عايز تعمله فيها. تمام. ونقلب يا فندم كده اهو.
احنا زي ما احنا عملنا كده تمام. هو ده الامريكان يعني اللي هو بيبقى بيحطه بس ما بيحطوش شوكولاته ومش بيحطوا نشا. لكن احنا النشا بيتقدم بقى زي بيتقدم كمان معاه ممكن يبقى معلقه صغيره كده بيبقى شبيه قوامه فيه تقيل سيكه صغيره عشان تحس بالطعم. يعمل لك شنب ما ينفعش هوت شوكليت من غير شنب من غير يعني. بس ده كابتشينو اللي كان بيقول عليه من غير شنب. الشوكولاته لازم بيعمل برضه. لازم تعمل طيب تمام. ونزين بقى بحبة مارشميلو كده حلوين. طيب يبقى احنا كده وصلت الفكرة وشوفنا طريقة نحطه بقى على النار التحضير. على نار هادية خالص وناخد بالنا منه ونقلب بقى طول كل شوية كده نقلب ايه عشان الدنيا مش بتسيبه يغلي. لا احنا بنخليه يغلي بس النار هادية خالص وايدينا فيه عشان زي القهوة اللي بتسيبها تغلي كل شوية تشيلها كده وتقربها من النار. بس نخليها كده على بالراحة ونهدي عليها النار عشان ما تقلبش حاجه تانية لو ايه شطت منها. لا ان شاء الله تمام. الا اللبن لما بيفور على البوتاجاز دي بتبقى مشكله كبيره جدا. يا ريت ده لبن ده شوكولاته. لبن وشوكولاته ونشا وكله. هرجع لك تاني يا شيف زياد بقى واشوفك وانت مقدم لنا باقي المنيو المواز بقى والرز بالخلطه والحاجات دي. جوعتني والله يا شيف. هرجع لك تاني ولكن نطلع معاك بقى ومع كل مشاهدينا نشوف اسعارنا النهارده الخضار واللحمه والفواكه في مصر وصلت لحد فين وبعدها نرجع نتكلم عن فضل الصلاه على الرسول صلى الله عليه وسلم. تابعونا بعد الأسعار. حلو نقول ما شاء الله اللهم صل على النبي زي ما الناس كتير بتقول. احنا عندنا هنا عظمه كبيره زي ما الشيف زياد كان وعدنا من اول الحلقه. بصراحه الرز بالخلطه طالع تحفه وشكله وريحته خطيره جدا وشكلي اغير رايي على الموضوع ان انا ما احبش الرز عليه سكر مكرمل. هغير رايي يا شيف زياد تحفه شكل الرز بجد طعمه لا بجد يعني حتى في ناس دوقتهم الشباب في الوسط كده عجبهم جامد ما حسوش ان السكر كده مش ماشي مع الرز ومع الكبده والحاجات دي. احنا اصلا كرملت السكر ليه بنكرمل السكر؟ السكر مش كرملته مش بيتحول لسكر لا خالص بيتحول جلوكوز او بيتحول للماده. لا هتحسيها امتى لما تيجي تاكل الرز كده في الاخر في طعم مسكر بس المسكر كدا. مش مزعج مش حاسسني ان في حاجه شاذه. لا بجد الرز ده من الرزات المحترم العظيم اللي انت تعمليه على سفرتك كده. لا سفرتك لما يبقى جاي لك ضيوف وحاطه رجل على رجل كده وتروقيه. الكبده بتاعتنا زي ما قلنا التركه بتاعتها البسيطه التوم مع الخل هينشف الانسجه بتاعتنا يخليها من جوه ناشفه كده ولونها من جوه طريه من بره ناشفه طعمه مع الكبده يعني رهيب. هو داخل مع بعض اللي هو ميكس كده لطيف اللي هو كده الموز بقى طلعت دي خطيره دي ريحتها مسمعه بره بهارزها مناخير اقصد بطاطستها لا كله داخل في المناخير ما تقلقش. والمارشميلو خلاص بقى سايح كده هيسيح في فنجان الشوكولاته الهوت شوكليت مشروب شتوي بس ناخد بالنا منه لانه بقى مليان سعرات حراريه غير السعرات الحراريه. لا هو انت عايز تقول خلي السعرات دي على جنب ماليش دعوه بيها. لا هو بجد الهوت شوكليت بالطريقه اللي احنا عملناها هو غني يعني لازم انت بتشربيه كده لازم ما تخبي هيعمل الشنب اللطيف. طيب يا جماعه اللي هيشرب الهوت شوكليت تصور لنا الشنب بقى اللي هو عملوه. بشكرك جدا يا شيف زياد وبدايه اسبوع جميله معاك ومنيو تحفه وبصراحه جوعتنا على الاخر. يلا سيبنا